كل التوفيق طبعا للمنتخب الأردني بين فلسطين وسوريا، فريقين عربيين. نحن دائما لما نكون الطرف غير عربي فأكيد موقف مع فريقنا العربي. حميد، قادر المنتخب الأردني أنه يقلب المعادلة على رأس المنتخب؟ بكرم الحلو أن في المنتخب الأردني عفواً أن المدرب فيتال دمج ما بين اللعيبة الشباب زائد الخبرة، يعني عندك استغلال عنصر الخبرة في عامر شفيع رابع، يعني هو يهدف لرابع سنة، أكيد أنه بيعطي هذه خبرته يسخرها لصالح اللاعبين. أيضا هناك بعض اللاعبين اللي يعني يعول عليهم المنتخب الأردني، زائد طبعا المنتخب الأسترالي أشوف أنه يعني منتخب تعرفه بكرم، خلنا نتفق أنه بعبع آسيا بالإضافة لليابان وكوريا الجنوبية، لكن أنا أشوف أن التحدي ما زال داخل الملعب بهمة الفريق الأردني كظهور أول مشرف بالنسبة لهم في هذا المحفل الآسيوي. أعتقد أن مطلب تركيزهم بيكون عالي أكيد، طبعاً بيحتضن ظهور أول يعني في هذه البطولة، في هذه البطولة طبعاً. فأعتقد أن اليوم بيكون بيلعبون في استاد هزاع بن زايد، أكيد أن أتوقع أن البطولة يعني كلها بتكون صعبة بالنسبة لهم، بس الظهور في بداية أبو كرم أشوف أنه جداً مهم بالنسبة لهم. ملعب بسعة 22,000 25,000 كابتن وكرم، أنا أي منتخب شارك في نهائيات كأس العالم وبيشارك في هذه البطولة نعتبره إعداد قوي طبعا. حتى لو بالنسبة إلى اعتزال كاهل أو مدرب جديد للمنتخب الأسترالي، لكن هناك نقطة بكرم بالنسبة للمنتخب الأسترالي، عندما يقابل منتخبات دول الشام تختلف عن المنتخبات الخليجية لسبب بسيط، البنية الجسمانية لمنتخبات الشام يشبه بعضهم بالتأكيد، وبالتالي كل المنتخب الأسترالي عادة عقدتنا في المنتخبات الخليجية الكرات العالية. بالنسبة للمنتخب الأردني أو المنتخب السوري مثلا لا يعاني، خاصة بوجود عامر شفيع بالنسبة للكرات العرضية، نعتقد المنتخب الأردني والدفاع الأردني قادر لمجابهة، وبالتالي نتائج عادة المنتخب الأسترالي مع منتخبات دول الشام ما تكون يعني ما يكون بعبع مثل ما قال أخوي حميد. بالنسبة للأردن طبعا المنتخب الأردني لا ننسى أبو كرم في التصفيات عانى من تغيير المدربين، ثلاثة مدربين، الإماراتي عبد الله مسفر ومن ثم الأردني والآن المدرب البلجيكي فتيل، ولكن في كل الأحوال أبو كرم أعتقد أن المباريات الودية أعطى هذا المدرب الجديد ضوء أخضر للمنتخب الأردني.